تفاصيل معي عبر الهاتف أستاذة سوسن أبو حسين، الكاتبة المتخصصة في شؤون الجماعة العربية بالأردن. أستاذة سوسن، بداية أهلا بك. أهلا بك يا فندم. يعني كانت هناك كلمات كثيرة وعديدة من القادة والزعماء العرب، وكانت هناك نقطتين أساسيتين يركز عليهما أي قائد أو زعيم أو رئيس دولة في كلمته أثناء القمة العربية، وهي استثمار الشباب من خلال التطور والتنمية والنهوض بالمجتمعات العربية، وضرورة التضامن والعمل العربي المشترك حتى يتم القضاء على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. تفضل. مكافحة الإرهاب أيضا، لأن مكافحة الإرهاب تصدر بند مهم في كلمات في على جدول أعمال القمة، وكذلك في خطابات جميع القادة العرب والضيوف الأجانب أيضا. تفعيل دور الشباب وإدماجهم في العمل السياسي والاقتصادي مهم جدا، حتى لا يذهبون ضحايا للجماعات الإرهابية، هذه واحدة. الأمر الثاني، نستفيد منهم في بناء النمو الاقتصادي الذي يعتبر جزء أساسي أيضا في عملية مكافحة الإرهاب. في الحقيقة القمة العربية كل القادة العرب تحدثوا بلسان واحد، وهو ثلاثية مهمة جدا: تعزيز التضامن العربي، الخروج من الأزمات اللي هي بتسيطر على المشهد في الساحة، بناء قدرات وإمكانيات وإرادة قوية لتحويل المواقف والمقترحات العربية من أقوال إلى أفعال ما بعد انعقاد قمة عمان. نعم. لأنه إذا كانت القمة عليها جهد 50% من الوحد ولم الشمل العربي والتوافق والاتفاق، فيجب أن نعترف بأن يعني أستاذة سوسن، يعني تعتقدين أن هذه القمة تشهد تحولا في اللغة من قبل القادة العرب، وهو ضرورة التضامن والتأكيد على العمل العربي المشترك، لأنهم بدأوا يدركون أن هناك مخاطر جسيمة تواجه هذه الدول العربية من تدخلات خارجية لابد من التصدي لها في هذه الفترة؟ بالتأكيد. في الحقيقة كل الجلسات التحضيرية واللغة المشتركة واللقاءات والخطابات كانت تؤكد تجنب أي خلافات، تجنب أي تصعيد، العمل على لم الشمل والتوافق والاقتراب من بعضهم البعض، باعتبار ان الهموم مشتركه والحلول مشتركه والتحديات مشتركه والحلول ايضا. نعم، اذا كانت هناك حلول مشتركه وتحديات مشتركه بالفعل تواجه هذه الدول العربيه، اذا ما الذي يمكن ان تقدمه الجامعه العربيه في قمتها 28 المنعقده بالاردن في حل القضايا العربية بشكل فعال وإيجابي وسريع وملموس على أرض الواقع؟ في الحقيقة قبل ما نتحدث عن دور الجامعة العربية، نتحدث عن دعم الجامعة العربية وإعادة دورها إليها، لأنه يعني هناك تقصير كبير من الدول العربية في مسألة دعم الجامعة نفسها. نعم. يعني في الدول الأوروبية والغربية والمجتمع الدولي سحب القرار من الجامعة إلى الأمم المتحدة وإلى عواصم إقليمية ودولية، على سبيل المثال في الأزمة السورية، فيجب أن تعود، ولكن وضعوا شروط بأن يعود المقعد السوري إلى ممارسة مهامه. في هناك تعقيدات، المسألة ليست بالسهل. الأمر الثاني، أن الجامعة العربية حتى مع بداية هذا العام لم تلتزم الدول بسداد حصتها في الموازنه العامه. نعم. 23% فقط من قيمه التزامات الدول العربيه تدفع في عام 2017، وفي عام 2016 46%. يعني من اين نقوم ب يعني تطوير الجامعه طيب. العربيه؟ استاذه سوسن، يعني دعيني اتحدث معك عن نقطه، وهي كانت لغه مشتركه ايضا في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من الزعماء حول التدخلات الإيرانية، وأيضا العاهل الأردني حول التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية الداخلية.
أيضا نجد هذه الكلمات تتواكب مع يعني الزيارة أو القمة الثنائية كانت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني لتدعيم العلاقات الثنائية بينهم، سواء على المستوى العسكري أو المستوى الاقتصادي أو المستوى طبعا يعني تدعيم وإسناد المحطات النووية في إيران. هل تري أن هناك يعني تشكيل قوى إقليمية جديدة تواجه الدول العربية يصعب مواجهتها في الفترة الحالية، أم أنه لابد من تكاتف الدول العربية بالفعل لمواجهة خطر تدخل إيران؟ أحسنت. هناك بالفعل تحالفات لمصالح وأجندات جديدة تحاول أن ترسم للمنطقة العربية طريق يفرض عليها. نعم. وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. هناك مصالح كبيرة بين روسيا وإيران. نعم. في سوريا، يعني أنا لا أتصور أن هذا التحالف سوف يستمر طويلا. هي روسيا قد تعمل. نعم. تعمل لبعض الوقت. بطبيعة الحال سنتواصل معك أستاذة سوسن أبو حسين المتخصصة في شؤون الجامعة العربية، كنت معي عبر الهاتف. أما